الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. موانع الحمل: تزداد احتمالية حدوث حمل خلال السنة عند 85% من الشركاء النشيطين جنسياً بحال عدم استعمال أي وسيلة منع حمل، وحتى أقل وسائل منع الحمل فعالية تخفض هذه النسبة بشكل كبير. كيف يمكن اختيار مانع الحمل؟ إن النظرة الشاملة على الطرق المتوفرة لمنع الحمل تسمح للنساء باختيار الطرق الأكثر ملائمة لأسلوب حياتهن ومعتقداتهن، وبالتالي تملك أكبر نسبة نجاح. ومن العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اختيار طريقة منع الحمل نذكر: الفعالية، سهولة الاستعمال، مدة التأثير، قابلية العكس والوقت اللازم لعودة الخصوبة، تأثيرها على النزف الرحمي، تواتر حدوث الأعراض الجانبية، قابلية الشراء والثمن، الحماية تجاه الأمراض المنتقلة بالجنس، مضادات الاستطباب الطبي. وهنا يمكن التحدث عن مانع الحمل المثالي: رخيص الثمن، سهل وبسيط الاستعمال، استخدام غير مرتبط بوقت الجماع وبالتالي لا يقيد الجماع العفوي، عكوس تماما، بدون أعراض جانبية، متوافر دائما، بعيد عن الحواجز الثقافية والحساسيات المجتمعية أو الدينية. ومن نافل الذكر أن هذا المانع المثالي غير موجود، ولا بد من إيجاد مانع الحمل المناسب لكل حالة وفقا للتفضيل الشخصي أو الحالة الصحية. فعالية مانع الحمل: يعبر عن فعالية مانع الحمل بشكل فعالية نظرية عند الاستعمال المثالي والفعالية الحقيقية عند الاستعمال التقليدي. فالاستعمال المثالي يحدث عند الاستخدام الصحيح لمانع الحمل في كل مناسبة، بينما يدخل الخطأ البشري في حساب الفعالية الحقيقية، استخدام خاطئ أو غير مستمر، حيث تتأثر الفعالية الحقيقية بتواتر العلاقة الجنسية والعمر ونظم الدورة الجنسية. وغالبا ما يعبر عن فعالية بمشعري بيرل إندكس، المعرف بكونه عدد الحمول غير المرغوبة في كل 100 امرأة في كل سنة. وتقسم موانع الحمل حسب فعاليتها إلى موانع ذات فعالية تفوق 99%، نذكر منها: الحقن المانعة للحمل، الغرسات المانعة للحمل، اللولب، ربط البوقين، قطع الأسهرين. كما يوجد موانع ذات فعالية تفوق 99% في حال استعملت بشكل صحيح: اللصاقة المانعة للحمل، الحلقة المهبلية، حبوب منع الحمل. كما توجد موانع ذات فعالية تفوق 99% في حال تم تنفيذ تعليمات الطبيب بدقة، وهي الامتناع الدوري عن الجماع. يوجد موانع ذات فعالية بمقدار 98% في حال استعملت بشكل صحيح، وهي الوقت الذكري. يوجد موانع ذات فعالية بمقدار 95% في حال استعملت بشكل صحيح، وهي الوقت الأنثوي. كما يوجد موانع ذات فعالية تقدر بما بين 92 و 96% في حال استعملت بشكل صحيح، وهي الحجاب المهبلي والقبعة العنقية. ويذكر من أسباب فشل موانع الحمل: عدم الالتزام بطريقة الاستخدام الخاصة لكل طريقة، الاستخدام غير الصحيح، الاستخدام المتقطع، وفشل الطريقة بحد ذاته. ولتجنب تلك العوامل ينصح بطرق منع الحمل العكوسة مديدة التأثير Long Acting Reversible Contraceptives، مثل الغرسات واللولب. ويبقى السؤال الأشع: هل من الممكن الحمل مجددا؟ إن معظم السيدات يستعدن القدرة على الإنجاب بعد عدة شهور من إيقاف وسيلة منع الحمل الهرمونية أو الميكانيكية، في حين يكون منع الحمل غير عكوس بحال اللجوء إلى الوسائل الجراحية. وهنا سوف نقدم نظرة سريعة على الطرق المتوفرة لمنع الحمل: الامتناع الدوري عن الجماع، ويدعى بتنظيم الأسرة الطبيعي، أي تجنب الجماع خلال فترة الإباضة. الطريقة المثلى للقيام بذلك هي بمراقبة تبدلات مخاط عنق الرحم ودرجة حرارة الجسم. إيجابياتها عدم استخدام أي أدوات أو أدوية وهي غير مكلفة. سلبياتها: تحد من الممارسة الجنسية العفوية. ثانيا، قاتلات النطاف: تكون على شكل رغوة، جل أو كريم يوضع في المهبل قبل الجماع،
غالباً ما تستعمل بالمشاركة مع وسائل منع الحمل الأخرى. إيجابياتها: سهلة الاستعمال وغير مكلفة. سلبياتها: الاستعمال المتكرر قد يسبب تخريشاً للنسج، مما يزيد القابلية للالتهابات والإصابة بالأمراض المنتقلة بالجنس. ثالثاً، الواقي الذكري. الواقي المطاطي هو الوسيلة الكلاسيكية الحاجزية، فهو يحول دون عبور النطاف إلى جسم الأنثى، مما يمنع الحمل ويقي من معظم الأمراض المنتقلة بالجنس. إيجابياتها: متاحة بشكل واسع وتحمي من الأمراض المنتقلة بالجنس، غير مكلفة. سلبياتها: فعال فقط بحال الاستخدام الصحيح في كل مرة، ويستخدم لمرة واحدة فقط. رابعاً، الواقي الأنثوي. هو عبارة عن جيب بلاستيكي صغير يلامس جدار المهبل، يمكن أن يوضع قبل الجماع ب8 ساعات، لكنه يبقى أقل فعالية من الواقي الذكري. إيجابياتها: متاحة بشكل واسع وتحمي نوعا ما من الأمراض المنتقلة بالجنس، ملائمة لدرجة حرارة جسم الأنثى أكثر من الواقي الذكري. سلبياتها: تصدر صوت خشخشة، كما لا يجب استعماله مع الواقي الذكري لتجنب انثقابه. خامساً، الحجاب المهبلي. وهو عبارة عن قبة مطاطية توضع على عنق الرحم قبل الجماع، غالباً ما تشرك مع قاتلات النطاف. إيجابياتها: غير باهظة الثمن وتدوم لمدة 2 سنين. سلبياتها: يجب أن توضع من قبل الطبيب، لا تحمي من الأمراض المنتقلة بالجنس، لا يمكن استعمالها خلال الدورة الشهرية بسبب خطر الإصابة بمتلازمة الصدمة السمية. سادساً، القبعة العنقية. وهي مشابهة للحجاب المهبلي لكنها أصغر حجماً، توضع بالتماس مع عنق الرحم مانعة للنطاف من العبور، تستخدم مع قاتلات النطاف. إيجابياتها: يمكن تركها لمدة 48 ساعة وهي غير مكلفة. سلبياتها: يجب أن توضع من قبل الطبيب، لا تحمي من الأمراض المنتقلة بالجنس، ولا يمكن استعمالها خلال الدورة. سابعاً، إسفنجة منع الحمل. مصنوعة من رغوة تحتوي قاتلات النطاف، توضع على عنق الرحم قبل الجماع ب24 ساعة. فعالياتها مماثلة للقبعة العنقية، لكن لا يحتاج وضعها تدخل الطبيب. إيجابياتها: لا تحتاج وصفة طبية وفعاليتها فورية. سلبياتها: صعبة الإدخال بشكل صحيح، لا تحمي من الأمراض المنتقلة عبر الجنس، لا تستخدم خلال الدورة. ثامناً، حبوب منع الحمل. الشكل الأشع لها حبوب تحتوي هرموني الإستروجين والبروجسترون لمنع الإباضة. عندما يتم تناولها بانتظام تكون فعالة بشكل كبير، وككل الموانع الهرمونية فإن الحبوب تصرف بموجب وصفة طبية. إيجابياتها: دورات أخف وأكثر انتظاماً أو غياب الدورة، ذلك يعتمد على نوع الحبة، وتشنجات أقل. سلبياتها: أكثر كلفة من غيرها، لا تقي من الأمراض المنتقلة بالجنس، لها أعراض جانبية، إيلام بالثدي، نزف طمثي بشكل بقعة صغيرة بالرغم من الاستخدام المنتظم، حدوث خثرات دموية، ارتفاع بضغط الدم، ولا تستطب حبوب منع الحمل عند بعض النساء. تاسعاً، لصاقة منع الحمل. يمكن لكثيرات النسيان من النساء ممن لديهن مشكلة مع تذكر الموعد اليومي للحبوب أن يأخذن اللصاقة بعين الاعتبار، فهي توضع على الجلد وتبدل مرة أسبوعية لمدة 3 أسابيع، في حين لا توضع في الأسبوع الرابع من الشهر. اللصاقة تفرز نفس الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل الهرمونية وبنفس فعاليتها. إيجابياتها: دورات أخف انتظاماً أو غياب الدورة وتشنجات أقل، لا داعي لتذكر موعد الحبة اليومي. سلبياتها: تكلف $15 وحتى $50 شهرياً، لا تقي من الأمراض المنتقلة بالجنس، تسبب تخريشاً جلدياً. عاشراً، الحلقة المهبلية. هي عبارة عن حلقة بلاستيكية طرية توضع داخل المهبل، تطلق نفس الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل أو اللصاقة وبنفس الفعالية، لكن يجب تبديلها مرة شهرياً. إيجابياتها: دورات أخف وأكثر انتظاماً. سلبياتها: تكلف $30 وحتى $50 شهرياً، لا تقي من الأمراض المنتقلة بالجنس وتسبب طفحاً مهبلياً. 11، الحقنة المانعة للحمل. وهي حقنة هرمونية تمنع الحمل لمدة 3 أشهر، تعتبر أكثر فعالية من حبوب منع الحمل عند الشريكين. إيجابياتها: فعاليتها عالية، يتم الحقن 4 مرات في السنة،
سلبياتها: تكلف 240 دولاراً سنوياً، قد تسبب نزوفاً طمثية على شكل بقع، لا تحمي من الأمراض المنتقلة بالجنس. الثاني عشر: غرسات منع الحمل هي عبارة عن أسطوانات بحجم أعواد الثقاب توضع تحت جلد القسم العلوي للذراع، تفرز نفس الهرمونات الموجودة في الحقنة. إيجابياتها: تمنع الحمل لثلاث سنوات، فعاليتها عالية. سلبياتها: باهظة الثمن، تكلف ما بين 400 دولار و 800 دولار، لا تحمي من الأمراض المنتقلة بالجنس، قد تسبب نزفا غير منتظم. الثالث عشر: اللولب هو أداة بلاستيكية داخل رحمية على شكل حرف T، توضع داخل الرحم من قبل الطبيب. اللولب النحاسي يمنع الحمل لعشر سنوات، وهو يزيد شدة وغزارة الدورة. اللولب الهرموني يتم تبديله كل خمس سنوات، وهو يخفف من شدة الدورة ويقلل التقلصات. كلا النمطين يمنعان تلقيح البويضة. إيجابياتها: تدوم فترة طويلة، لا تحتاج مراجعة دورية. سلبياتها: قد ينزلق خارجا وقد يسبب أعراض جانبية أخرى. الرابع عشر: ربط البقين. في حال عدم الرغبة بمزيد من الأطفال مستقبلا، يمكن إجراء منع حمل دائم، وذلك بربط البقين جراحيا لمنع البويضات من العبور خارج المبيضة. إيجابياتها: فعالية دائمة بنسبة 100% تقريبا. سلبياتها: تحتاج عملا جراحيا، وهي غير قابلة للعكس، لا تحمي من الأمراض المنتقلة بالجنس. الخامس عشر: غرسات بوقية. تقنية جديدة تسمح بسد البوقين دون اللجوء للجراحة، حيث يتم إدخال غرسات صغيرة من المعدن أو السيليكون إلى كل بوق، مما يحرض نمو نسيج ندبي حول الغرسات يسد مجرى البوق. لا يوجد حاجة لأي وسيلة منع حمل أخرى بمجرد تأكيد الانسداد بالصورة الإشعاعية. إيجابياتها: دائمة غير جراحية، فعالة بنسبة 100% تقريبا. سلبياتها: تحتاج لعدة أشهر حتى تصبح فعالة، تزيد خطورة الإنتانات الحوضية، غير عكوسة وباهظة الثمن. السادس عشر: قطع الأسهرين، وهي وسيلة منع الحمل الوحيدة المتاحة للذكور إضافة إلى الواقي الذكري، حيث يتم إغلاق الأسهرين جراحيا مما يمنع خروج النطاف، ولكن دون أن يتدخل ذلك في عملية القذف. إيجابياتها: أرخص من ربط البوقين، دائمة، فعالة بنسبة 100% تقريبا. سلبياتها: تحتاج عملا جراحيا، لا تكون فعالة مباشرة، غير عكوسة. السابع عشر: موانع الحمل الإسعافية. يتم تناول الحبة بعد الجماع لمنع الحمل، وهو خيار جيد في حال عدم استعمال الحبة منع الحمل أو بحال احتمالية فشل الطريقة الاعتيادية المتبعة لمنع الحمل. بعض الأنواع تحوي جرعة هرمونية عالية من نفس الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل، ويمكن استعمالها خلال ثلاثة أيام من الجماع. أما الأنواع الهرمونية فهي تتطلب وصفة طبية، ويمكن استعمالها خلال خمسة أيام من الجماع. الثامن عشر: الجماع المبتول. الطريقة الأشيع والأقدم والتي تعتمد على القذف خارج المهبل، فعاليتها ضعيفة. إيجابياتها: مجانية، لا تستعمل هرمونات أو دواء. سلبياتها: صعبة التطبيق بشكل صحيح تماما، لا تحمي من الأمراض المنتقلة عبر الجنس. خيارات أخرى للنساء الأكبر سنا: إن العمر ونمط الحياة يلعبان دورا هاما في تحديد الوسيلة الأفضل لمنع الحمل، فلا تنصح النساء فوق 35 أو البدينات أو المدخنات باستعمال حبوب منع الحمل أو اللصاقات أو الحلقة المهبلية. ومن الأفضل استشارة الطبيب حول بدائل أفضل. ينصح بالحقنة عند النساء اللاتي اقتربن من سن الضهي، لما لها من فوائد في التخفيف من أعراض متلازمة ما حول سن الضهي. ونذكر بأن الامتناع عن الجماع هي الوسيلة الوحيدة الفعالة بنسبة 100% لمنع الحمل.